بونجور ستايلك فانز، معنا نوها اليوم اللي غتشرح لنا شحال من حاجه على ستايلك. نوها، تقدري تهضري لينا على ستايلك؟ ستايلك هي فكره جديده خلقت نتيجه لمواكبه المستجدات الموضه والازياء العالميه والعربيه بما تناسب مع الميزانيه البسيطه المخصصه لكل فرد. شنو الطبيعه ديال الاستشارات اللي تقدري تقدميها للجمهور ديال ستايلك؟ مفهوم ستايلك مبنى على مبدا ان الفاشن مرتبط بشخصيه الانسان بالبيئه وبالثقافه، ونحن بستايلك نحاول نساعد او نرشد العملاء على انه يختاروا ما يناسبهم من مستجدات الموضه. نوها، ممكن تعطينا شيء تفاصيل اكثر عن هذه الاستشارات؟ الاستشارات بتصير عن طريق التواصل مع العملاء او الكلاينتس لستايلك، اول شيء عن طريق انه نحاول نساعدهم بالاشياء اللي موجوده عندهم اوريدي. الشيء الثاني عن طريق انه نحاول نعطيهم ارشاد ونصائح ونقترح عليهم شو يشتروا خلال فتره التسوق. والثالث اللي هو الاهم انه نوصلهم بفاشن ديزاينر موجودين بكل انحاء العالم لحتى يخصصوا لهم اشياء بتناسب الاوكيجنز، خلينا نقول اللي هم بدهم يحضروها. خاصية هاي المنتجات انها حتكون تيلرد او مخصصة لهم، ما لها موجودة بالسوق، حتكون هاند ميد، صناعة يد. والثالث شيء انه حتكون بسعر جدا بيتناسب مع ميزانيتهم اللي هم مخصصينها. شنو طرق التواصل اللي يقدروا يلقوها الناس باش يهضروا معك؟ حاليا في طريقتين للتواصل. اول واحدة هي عن طريق الفيسبوك، ممكن الكلاينت يعمل اعجاب على الصفحة ويتواصل مع الادمن تيم المسؤول عن صفحة ستايلك، بطرح اسئلته وساعتها ايصاله مع الفاشن كونسلتنت سواء انا او حدا غيري. الفكرة الثانية اللي احنا بنطلع لها انه يكون في موقع خصوصي لستايلك، والعملاء ممكن انهم يبنوا بروفايل لهم، بيحكوا بهذا البروفايل عن حالهم، عن شخصيتهم، عن الاشياء المفضلة لهم، وهنيك نحن بنقدر يعني بيعطوكم المقاسات والالوان، بالمقاسات بالالوان بالاذواق اللي هن بفضلوها. طبعا نحن بنحب انه نعرف هن شو بيحبوا، نحن كمان نقدر نقترح عليهم لحتى يقدروا يختاروا بشكل صح. اوكي، شكرا كثير نوها على النصائح اللي قدمتيها للجمهور ديال ستايلك.